خروج المؤسسات العمومية هو حق دستوري، ما عند حتى شي حد الحق أنه يمنع المواطنين أو المرتفقين أو الزميلات والزملاء من الولوج لهذه المؤسسات. وبالتالي هنايا حنا هذه فرصتنا، فرصة للوحدة ديالنا، وعبرنا عليها في جميع المحاكم. أنا كنخبركم الآن بأن جميع المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بمراكش، جميع الزملاء ملتزمون بقرار المجلس وبقرار ديال الإطارات المهنية الأخرى. هاد القرار ديال مقاطعة المحاكم إلى حين العدول على هاد المذكرة الثلاثية المشكومة، اللي هي بالمناسبة لابد أننا نذكروا بها، على أساس أن هاد المذكرة هي صادرة، مذكرة ثلاثية صادرة عن ثلاث جهات، اللي هي وزارة العدل، بين مجلس أعلى السلطة القضائية، وكذا مؤسسة النيابة العامة. هيئة المحامين بمراكش، نحن في هذا اليوم والذي هو يوم 20 دجنبير 2021، والذي أقر فيه السيد وزير العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة باتخاذ قرار بفرض جواز التلقيح كشرط لولوج السادة المحامون والمساعدي القضاء والمواطنون لردهات المحاكم بمختلف المملكة المغربية. وهذا القرار في اعتقادنا كمحامين نشجب هذا القرار، لأنه هو قرار غير دستوري يمس الكرامة الإنسانية ويمس حقوق الإنسان والمواطن في المجتمع المغربي، ويمس كذلك خاصة مصالح وحقوق وحريات المتقاضين الذين يمنعون من الدخول بالمحاكم لأجل تتبع ملفات قضاياهم. وبذلك فهذا القرار هو قرار في غير محله، ونحن عبرنا عن موقفنا كمحامين تنفيذا لقرار الجمعيات المحامين بالمغرب، وتنفيذا لقرار السيد النقيب الممارس الأستاذ محمد الحميدي الذي ناب عنه أمام محكمة الاستئناف الأستاذ النقيب الحمومي جلالي، الذي أشرف على هذه الوقفة والذي أشرف على التعبير عن منع المحامين من الولوج لدى بدائرة هذه المحكمة. وبذلك فهذا القرار في اعتقادي وهو غير دستوري يجب التراجع عنه حفاظا وحرصا وحماية لمصالح وحقوق المتقاضين، وكذا لمصالح وحقوق المحامون ومساعد القضاء. شكرا. أستاذ بن طالب يونس، محامي بهيئة المحامين بمراكش. هيئة الدفاع اليوم تحتج أمام محكمة الاستئناف بمراكش بناء على إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لممارسة واجبها المهني، والذي تفرضه حالة الطوارئ أيضا. فإن كانت حالة الطوارئ تقتضي الإدلاء بجواز التلقيح أو فرض إجراءات احترازية، فإن أيضا قطاع العدالة هو أيضا في حالة طوارئ مستمرة، ولا يتعين تقييده بأي قيد يحد من ممارسة هيئة الدفاع لمهامها، بناء على أنها جزء لا يتجزأ من حماية الحقوق والحريات، وأيضا بناء على تجسيد الموقف المنصوص عليه دستوريا وقانونيا، الاستفادة من المرافق العمومية ومن حق التقاضي ومن الحق في العدالة. معكم موظفات كتاب القدس. إن الشكل الذي تشاهدوه هنا الآن هو التحام هيئة الدفاع بمراكش وموظفي كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش. إننا اليوم هنا في شكل نضالي حار نعبر فيه على تنديدنا بالمذكرة الثلاثية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، الذي بموجبه يفرضون على هيئة الدفاع والقضاة والموظفين الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى مقرات أعمالهم. بالله عليكم، أين هي كرامة العدالة؟ أين هي كرامة الموظف؟ أين هي كرامة هيئة الدفاع لتفرضون عليها المذكرة الثلاثية الغير دستورية والغير قانونية؟
إننا اليوم نتفاجأ بفرض جواز تلقيح في باب المحاكم لولوج إلى مكاتبنا لأداء وظيفتنا التي عليها والتي من أجلها تم توظيفنا وتقديم خدمات للوطن وخدمات للمواطنين. إننا اليوم نرفض رفضا باتا هذه المذكرة ونعلن احتجاجنا التام واحتجاج كافة الموظفين باستئنافية مراكش، رفضنا التام لهذا الإجراء ونشجبه ونندد به ونعلنها أننا نرفض مثل تلك الإجراءات التي تمس بكرامة كتابة الضبط، ونرفض أن يتم تفتيشنا بواسطة ضباط الشرطة، لأننا لم نأتي إلى أي إدارة ولكن أتينا من لمقر عملنا، ونرفض تفتيشنا ونرفض إخداعنا للتفتيش وإخداع الموظفين لجواز التلقيح. إن هيئة كتابة الضبط وموظفي استئنافية مراكش يرفضون بشدة أي إجراء من قبل الوزارة أو من قبل المجلس على السلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة يمس بكرامتنا. ولهذا اليوم كما تشاهدون خرجنا لنحتج وننتد بالمذكرة الثلاثية ورفضنا لجواز التلقيح ورفضنا للمس بكرامة هيئة كتابة الضبط. وتحياتي. الأستاذ العربي مكيريز رئيس اتحاد محامين الشباب مراكش، نحن هنا في وقفة أمام محكمة الاستئناف مراكش استجابة لدعوة لوجهة سواء الإطار الخاص بنا اللي هو اتحاد محامين الشباب مراكش أو كذا الإطارات المهنية الأخرى ممثلة في جمعية هيئة المحامين المغرب وكذا مؤسستنا المهنية مؤسسة هيئة المحامين مراكش. وقفتنا اليوم من أجل قول لا، من أجل فرض جواز التلقيح على ولوج المؤسسات العمومية وعلى رأسها المحاكم. هنايا هنايا من أجل قول لا، استجابة كذلك للبيانات اللي صدرناها في هذا الصدد واللي كتبين ملموس على أنه ناقشنا فيها بما فيه الكفاية مسألة المذكرة الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس على السلطة القضائية وكذا مؤسسة النيابة العامة. هنايا الآن من أجل توضيح مسألة ديال علاش حنايا الآن هنا باش نقولوا لا بخصوص هذه المسألة لاعتبارات كثيرة. لاعتبار عدم قانونية فرض جواز التلقيح، أولا لكون التلقيح اختياري وليس إجباري، وثانيا لكوني مسألة ديال جواز التلقيح هي مسألة غير قانونية وغير دستورية تتعارض مع دستور البلاد وكذا وكذا القوانين الوطنية والمؤسسات وباقي القوانين ذات الصلة. المذكرة الثلاثية الصادرة عن الثلاثي المذكور لم تستجيب بطبيعة الحال للشروط القانونية المفروضة، ولم تراعي مسألة تشاركية فيها، ولم تراعي بأن هذه المسألة غير قانونية. وحنايا الآن هنايا بصفتنا كمحامون وكمواطنون نقول لا لفرض جواز التلقيح، وبأننا على استعداد لخوض جميع الأشكال النضالية لحماية هذا الحق، حماية الحق في الولوج للمحاكم والمؤسسات العمومية التي يضمنها الدستور ويضمنها القانون وحتى قانون الطوارئ كذلك. شكرا.